قرية منعزلة عن العالم وخصوصاً عن سلطنة عمان، حافظت على اللغة الخاصة بها وقاومت اندثارها. لهم طريقتهم الخاصة في التعامل مع كل شيء. تقع في موقع جغرافي مميز جعل لها تاريخها الخاص بها، وكأنها دولة صغيرة وحدها. ما حكاية قرية كمزار؟ ولماذا قيل إنها القرية الأكثر انعزالاً في الوطن العربي؟ بل وفي العالم. في شمالي سلطنة عمان هناك قرية صغيرة اسمها كمزار، تبدو وكأنها مختبئة داخل خليج وادع، وهو خليج يفصل بين الجبال ومياه المحيط. وتقع القرية على مضيق هرمز في محافظة سندم، ويسكنها حوالي 3000 شخص تقريبا. لديهم لغة خاصة بهم يمكن تسميتها اللغة الكمزارية، لا يتحدث بها إلا سكان القرية، والطريقة الوحيدة للوصول إليها عن طريق البحر. تستغرق الرحلة ساعة تقريباً بالقارب السريع، لكن تلك القرية تتسم بطابع مختلف عن باقي أنحاء سلطنة عمان، حيث اتخذت وحدها مكاناً فريداً ومعزولاً، وطباع وعادات تخصهم وحدهم. أصبح لديهم لغتهم وثقافتهم الخاصة بهم. ولكي تصل إلى تلك القرية يكون عن طريق البحر من خلال رحلة بقارب سريع تستمر حوالي ساعة، ويمكن أن تستخدم سفينة شراعية تقليدية ويطلق عليها اسم داو. قرية كمزار تعتبر مهمة للغاية من الناحية التاريخية والتجارية، فهي واحدة من البقاع القليلة التي يوجد بها بئر يحتوي على مياه عذبة بكميات كبيرة في المنطقة الواقعة بين مراكز تجارية مثل البصرة ومسقط وزنزبار والهند، مما يجعل لها مكانة وأهمية بارزة. سكان كمزار يعتمدون على صيد الأسماك التي تعيش في الأجواء المحيطة بهم، ويعتمدون عليها طوال 9 شهور من العام. وفي الشتاء يعتمدون على محصول تمر النخيل في الفترة التي يقل فيها الصيد بسبب برودة الجو. وتتمتع تلك القرية رغم عزلتها بالاكتفاء الذاتي، حيث إن بها مدرسة ومستشفى ومحطة لتحلية المياه خاصة بها. اللغة الكمزارية لها أسلوبها الخاص والفريد، فمفردات اللغة مألوفة للناطقين بالإنجليزية، وأخذت تلك اللغة من العربية والفارسية أيضاً، ونتج ذلك بسبب التأثيرات المختلفة التي تحملها اللغة الكمزارية، واستطاعت الصمود في بيئة تغلب عليها اللغة العربية. ولا يستخدم أهل كمزار الجهات الأصلية الأربعة المتعارف عليها، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، فهم يستخدمون اتجاهين أعلى نحو الجبال وأسفل صوب المحيط. لهم طريقتهم الخاصة في ذلك، ولهم أسلوب خاص في التحية بين بعضهم البعض، فيستخدمون عبارة تقول ترجمتها كيف هي الرياح، وتعتبر تعبيراً خاصاً للتحية فيما بينهم. لدى سكان كمزار مكتبتهم الشفهية الخاصة من القصص، فهي لها حيز كبير من التراث والثقافة الشعبية لديهم. وقد رحل مؤخراً أشهر رواة السير الشعبية فيها، وكان يحتفظ في ذاكرته بمجموعة كاملة من الحكايات الشعبية بالتفصيل، وكان يروي هذه الحكايات بأسلوبه الخاص ويجعل أحداثها تدور في كمزار. يشتهر سكان كمزار بحفلات الزفاف المفعمة بالحياة والحيوية، والتي تستمر الواحدة منها لأسبوع كامل، وهي مليئة بالرقصات والأغنيات الشعبية والولائم، ويكون فيها أهل القرية جميعاً مدعوين.